لا والحقيقه اللي معانا دول مش شويه، احنا بنتكلم على جماهير غفيره عشاق النادي الاهلي، هذا الكيان المحترم في كل مكان في العالم. صباح الخيرات عليكم جميعا، بدايه يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم كله رزق وخير على كل حضراتكم، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي اكيد هنتكلم من خلالها كما عودناكم دائما عن كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وبالرياضات العالميه. صباح العسل. صباح الخير. صباح الخير والرزق والسعاده على حضراتكم جميعا كده بدايه يوم جديد، ودايما بحب نبدا بطاقه ايجابيه ونقول يا رب ونسعى ونسيب الباقي ان شاء الله على ربنا. صباح الخير في كل مكان في العالم بيتابعونا الاهلاويه والغير اهلاويه كمان، احنا عارفين ان هم اكيد زي ما انت قلت بالملايين. خلينا بس قبل ما نبدا ننوه على الفقرات اللي معانا زي ما احنا متعودين. فقره اولى هيكون معانا ولاء عبد الرازق مدير اداره المكتبات واكاديميه الباليه بالنادي الاهلي. احنا عارفين كان لسه في يعني ايفنت كبير جدا في الاوبرا خاص باكاديميه الباليه بالنادي، وكانت او كان ايفنت ناجح جدا. فقره ثانيه هنروح لكابتن ياسر صلاح مدرب الاهلي السابق لكره اليد. قبل بقى ما نبدا برده خلينا كده نتكلم شويه، لان زي ما احنا عارفين خلاص يعني الصيف تقريبا انتهى، وكل الناس اللي هي كانت مسافره رجعت، وكله ابتدى دلوقتي يركز بقى اللي عنده في البيت، عنده مدارس، الجامعات وغيره، في جامعات ابتدت كمان. فالتويست اللي بيحصل ده الى حد ما برده بيخلي اللايف ستايل شويه يتغير. طبعا احنا عارفين ان الصيف دايما قبليه بيبقى ناس بتجهز علشان بيمارسوا رياضه بشكل مضاعف، خلينا نقولها كده، علشان الصيف بيبقى داخل والناس كلها بتبقى حابه في الصيف يبقى شكلها افضل بالظبط. يجي بعد كده بقى الناس الى حد ما بتهدى شويه، دخلت الشتاء بيبقى فيها ازدياد الى حد ما او زياده في يعني الوزن، ده شيء ينطبق على ناس كتيره جدا يعني اكيد مش الكل. فازاي بقى ممكن، وده سؤال انا بوجهه لك يعني تفيدنا بخبراتك، ازاي ممكن الواحد يتغلب على ده؟ ازاي ممكن ان انا الفتره اللي بيبقى الناس كلها فيها خلاص ما عندهمش طاقه اصلا ان هم يروحوا بقى تاني ويمارسوا رياضه زي قبل الصيف، ان هم بالعكس لا يتشجعوا، دخلت الشتاء فيها كسل شويه، بس انا ازاي اقدر اتغلب؟ من وجهه نظرك ده ممكن والله. بص يا هواد، مبدئيا انت احسنتي اختيار الشخص اللي بتساليه السؤال ده، بحكم ان انا ايقونه للشباب والرياضه، شيخ الشباب. فانا من هذا الواقع احب اقول لك ان انا شخصيا بلاقي ان ممارسه الرياضه في الشتاء امتع وابدع 100 مليون مره. ده انت في الطريق من والى الجيم، لو افترضنا ان انت هتمارسي رياضه في الجيم في نادي في كذا، يكفي ان انت ماشيه في جو لطيف، لكن في الصيف الواحد بيتسلق على ما ينزل بس يوصل المشوار ده. انا يعني ما اعرفش، يمكن في ناس بتنطلق اكتر في الصيف، بس انا بشوف دايما ان الشتاء يعني على عكس الشائع والمعتاد ده، بالعكس ده بيشجع على بالظبط كده. لا بالعكس، انا عايز انا بكلمك عن نفسي، وانا عارف ان انت عندك نفس الطبع، بننشط جدا في الاجواء الشتويه بالمقارنه بالصيف. احنا انا عن نفسي في الصيف خامل خمول غير طبيعي. بص هقول لك على حاجه، هي القصه كلها النتيجه. لو الواحد اللي بيمارس رياضه بشكل منتظم لقى نتيجه على جسمه ابتدت تبان، هو هيبقى حابب ان هو يكمل، هي دي النقطه. لكن اللي بيروح بس عايز يعمل جسم كويس قبل الصيف وبعد كده يقعد بقيه السنه كلها مثلا ما فيش اهتمام بالوزن او ما فيش اهتمام بالصحه، وبعدين يجي تاني بعدها قبل الصيف، ده اعتقد شخص حتى الجسم هو بيلعب كده في الميتابوليزم بتاع الجسم يعني اللي هو بالظبط، فده بيبقى مش صحي ابدا الموضوع ده. وكتير من الخبراء يعني اتكلموا ان لا بالعكس الرياضه لازم تكون بانتظام ومش في فتره ووقف يعني بالعكس. فلان بيقول لك الجسم ذكي قوي كمان يعني. على كل حال مش عايزين نطول، لكن لان احنا كلنا دلوقتي متابعين الحاله العامه اللي موجوده، وانا بحب اتابع برضو السوشيال ميديا وغيره، فنحاول ان احنا نتغلب على الكسل بتاع دخول الشتاء، لان ممارسه الرياضه اعتقد بقت شيء اساسي. ويمكن بعد كوفيد كمان 19 و2020 تحديدا شفنا ثقافه شويه ابتدت تتغير، بنشوف كبار السن وصغيرين وعائلات بتنزل تتمشى حتى في الشوارع وقت ما كانت النوادي والجيمات مقفوله، فدي كلها بشاير كويسه. عموما اللي يعني اللي عرف وربنا كرمه وقدر يحقق فورمه الساحل يعني حافظ عليها الوقت الاطول بقدر المستطاع، يعمل لها صيانه كده طول فتره الشتاء استعدادا للدوره الصيفيه الجديده. تعالوا بقى ندخل مع حضراتكم على اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي. لاعبات النادي الاهلي دايما الحقيقه متالقات في كل البطولات الدوليه. الخبر اللي معانا عن تتويج مريم الهضيبي لاعبه النادي الاهلي لتنس الطاوله ببطوله افريقيا للسيدات المقامه في دوله الكاميرون. يعني حققت هذا النصر على حساب هانا جوده لاعبه النادي الاهلي ايضا بنتيجه 4-3، وحولت مريم الهضيبي تاخرها في نتيجه الاشواط من 3-1
لصالح هانا جوده لفوز بنتيجه 4-3. يعني الحقيقه بناتنا متالقات في البطوله بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا هارد لك لهانا جوده. وبرده نرجع ونقول البطوله في الاخر في بيتها، ما خرجتش من النادي الاهلي، راحت لمريم الهضيبي. يعني كان نهائي مصري اهلاوي باقتدار. طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي كان حريص على تهنئه لاعبتي الفريق الاول لتنس الطاوله مريم الهضيبي وهانا جوده، وده طبعا بعد ما فازوا بالمركزين الاول والثاني في البطوله الافريقيه لتنس الطاوله، واشاد بالجهد الكبير وبالاداء المتميز لتنس طاولة النادي الأهلي بشكل عام والروح العالية وإصرار لاعبات النادي على تحقيق هذا اللقب الإفريقي. وأشار إن إقامة نهائي إفريقي بين أبناء النادي الأهلي ده في حد ذاته بيعكس التفوق الواضح لقطاع تنس الطاولة في النادي. طبعا ده كمان أمر بيدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة، وده قدر كل المنتمين للنادي الأهلي رياضيا. حلو جدا، وأكيد يعني هنقول هارد لك لهنا، بس هنا برضو لسه بطلة صغيرة جدا وهي عندها مستقبل واعد وهي شاطرة جدا طبعا. وبتلعب من وهي عندها 4 سنين، وكانت طبعا يعني ضيفتنا في أول حلقة السنة اللي فاتت لعشرة الصبح في الأهلي، وأنا أعتقد أنا يعني العديد من الناس متخيلين لها ومتوقعين لها مستقبل باهر إن شاء الله. وزي ما أنت قلت في الأول في الآخر هي بطولة يعني في بيتها أهلاوية، فما فيش مشكلة إن شاء الله برضو يبقى دايما كده، وده اللي إحنا عايزينه. اللي إحنا بنتكلم في الأول في الآخر إحنا عايزين البطولات بتاعتنا تبقى داخل النادي بتاعنا. لو إحنا اتكلمنا عن بطولات برضو أيضا أهلاوية، خلينا نروح لعمر عصر اللي لاعب النادي الأهلي بذهبية برضو فردي الرجال اللي فاز بيها بطولة إفريقيا لتنس الطاولة، تغلب فيها على نيجيري أرونا بنتيجة هنا 4-1. التتويج خليني أقول لحضراتكم بيضمن مشاركة عمر في كأس العالم اللي هيقام مفروض الشهر اللي جاي. وبرضو لو هنرجع لتاريخ عمر شوية، هو بدأ مشواره في منافسات الفردي ببطولة إفريقيا بالفوز كان على بطل كينيا بنتيجة 4-0، ده كان في دور ال 64. بعد كده الفوز على بطل الكاميرون كانت بنتيجة 4-0. بص برضو إيه الأرقام والفرق يا كريم، في دور هنا كان ال 32، ده قبل ما ينتصر على بطل كوديفوار بنتيجة 4-1، ده كان في ثمن النهائي. في الدور بقى ربع النهائي التقى ببطل نيجيريا وفاز عليه بنتيجة 4-3، ده برضو قبل ما يفوز على بطل السنغال بنتيجة 4 أشواط نظيفة في الدور نصف النهائي، عشان بعد كده يتأهل للمباراة النهائية، واللي فاز من خلالها على النيجيري بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد. فبرضو تاريخ أو يعني زي ما بنقول كده تاريخ حافل بالبطولات. عمر بطل أهلاوي متألق حقيقي، كل التوفيق دايما يا رب. على صعيد آخر يا حضرات، دايما النادي الأهلي بيكون حاضر في مختلف القضايا المجتمعية وليه دور كبير قوي الحقيقة في هذا الإطار، وسبق وكلمنا عن دعم النادي الأهلي لمشروع محو الأمية. النهاردة 8 سبتمبر هو اليوم العالمي لمحو الأمية، وفي احتفالية يعني كبيرة عاملاها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتكرم من خلالها عدد من الجهات، وطبعا من ضمنها النادي الأهلي اللي سبق ودشن مشروع بعنوان مؤسسة بلا أمية انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للأندية الرياضية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وأكيد برضو تفعيلا لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمسألة الارتقاء بالمواطن المصري. النادي الأهلي قام بالفعل بتعليم كل العاملين في النادي ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، ودي كانت حاجة في منتهى الإنسانية والاحترام. حصل الكلام ده في مقرات النادي المختلفة، الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ودي نقدر نقول عليها خطوة مهمة جدا، وكمان بتأتي تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية من أجل وطن متعلم. عموما احنا هنتابعكم على الهواء ان شاء الله بتفاصيل هذه الاحتفالية النهاردة اللي اكيد هتضم عدة مؤسسات بتعرض تجاربها فيما يتعلق في مسألة محو الأمية. ملف مهم جدا جدا، وزي ما احنا قلنا هي مش قصة بس يعني ايفنت بيحصل او برنامج بيتم، لا انت من خلال محو أمية شخص انت بتغير حياته تماما طبعا. يعني بتأثر بشكل كبير جدا على مستقبله كمان، حتى لو كان من كبار السن انت بيفرق معاه جدا، فلمسة انسانية، واعتقد ان هي بتتفق مع برضو سياسة الدولة اكيد في فكرة محو الأمية، فشيء محترم فعلا لازم الواحد كان يشير ليه. نروح بعد كده للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن أحمد مجاهد اللي أعلن مفروض موعيد بقى استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين عفوا الأهلي وطلائع الجيش، هيكون يوم 21 سبتمبر ده الحالي. نروح مع حضراتكم بقى لشوية أرقام كده، عشان أشار بيان اتحاد الكرة إلا أن مباراتي دور ال 16 لكأس مصر واللي بتجمع كل من الأهلي وإنبي وسموحة وبيراميدز هيكون يوم 25 سبتمبر، على أن تقام المباراة الدور الثمانية بين الفائزين في المباراتين هيكون يوم
29 سبتمبر، وهتقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر. المباراة الأخرى بقى بين الفائز في دور الثمانية مع باتروجيت هيكون يوم 3 أكتوبر، على أن تقام برضو المباراة النهائية لكأس مصر يوم 19 أكتوبر. خليني أقول لحضراتكم برضو، نأكد اتحاد الكرة أن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز هتكون يوم 25 أكتوبر المقبل. كده احنا بالأرقام عارفين التواريخ علينا وعدينا لعيب وأزح وكده اطمننا أن الناس كلها عندها خلفية كافية عن كل مباريات بمواعيد بالظبط. طيب زي ما قلنا ومش هنقعد نكرر الكلام، ولكن يعني واضح كده ان خلاص الجو ابتدى يتحسن بشكل ملحوظ، ودرجات الحرارة اعتقد ابتدت في انخفاض، فده مؤشر جيد لمحبي الشتاء. برضو هنرجع نوضح عشان مش كل الناس بتحب الشتاء. يعني على كل حال خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وقبل ما نروح ونستكمل بس اخبارنا عايزه اروح مع حضراتكم لبعض التعليقات اللي جت يعني على السوشيال ميديا فيما يختص الموضوع اللي في اول حلقه اتكلمنا عنه، هو فكره دخول الشتاء واللي بيأثر بشكل الى حد ما كبير على الرغبه في انك تمارس رياضه لبعض الناس، يعني غير طبعا اللي هم مواظبين بشكل دائم. لكن التعليقات اللي جاية فعلا بتأكد الفكرة، يعني فعلا في يعني ناس كتير يعني فكرة ان الشتاء اكثر جذب للممارسة، وان الاقبال على ممارسة الرياضة بشكل يعني كبير بيكون قبل فعلا فصل الصيف تحديدا، علشان يعني الناس عشان الناس يعني تحسن من شكلها. ولكن تاني هنرجع نقول ممارسة الرياضة مش مفروض ان هي تبقى بس مرهونة بالشكل الحلو. خلي بالك يا كريم، في ناس جسمها كويس ولكن جسمها غير صحي، يعني فقصة مش فكرة ان انا اعمل دايت وخلاص واروح يوم او الاثنين في الاسبوع مثلا مدة شهرين عشان اظبط جسمي وخلاص. لازم تكون الرياضة اسلوب حياة، هو ده التوجه العام دلوقتي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الفكر اللي لازم يتغير عندنا. لان لما بتوصل لسن بعد كده كريم وتبقى مش بتمارس رياضة لغاية مثلا نقول 50-60 سنة، بتبتدي الحاجات دي او التراكمات دي تظهر عليك في السن بقى لما الواحد بيكبر. فالرياضة لازم فعلا تكون اسلوب حياة، مش عشان بس شكلي يبقى يعني حلو او شكل جسمي حلو. ده او دي ثقافه اتمنى ان هي تتغير فعلا. يعني في ناس يعني هوندا على مدار موسم الشتاء بالكامل بتولع في نفسها في الجيم بالمعنى الحرفي، والسيكس باك ايه والمش عارف ايه، عشان فعلا بس اللقطه بتاعه الصيف والتمشيه كده على الشواطئ. مش في الشتاء بقى، قبل الصيف بشهر مثلا. بقول لك ده في ناس بتقعد تولع في روحها، لا الشتاء كامله والله عشان تبهر بقى، عشان تبهر الناس وبعد كده خلاص كل سنه وانت طيب. بدايه الشتاء يدخل علينا الترهلات بقى تظهر والحاجات. لا على كل حال نروح نتابع مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين كل يوم، وفرقه المختلفه. ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان صباح الخير عليكي، ونصبح ليكي انا وكريم، واكيد سامعينك احنا وكل اللي بيتابعونا دلوقتي. اتفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم، هنطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي. صباح النهاردة مختلف، صباح بطعم الانتصار الأفريقي، نهائي أهلاوي خالص زي ما قلت يا كريم ويا نهواند، وزي ما طبعا من امبارح للنهاردة بنحتفل بأبطالنا في تنس الطاولة. كمان خلينا أقول لكم أنه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة هنا جودة صاحبة المركز الثاني بعد طبعا يعني خسارتها أمام مريم الهضيبي، بعد ما الاثنين حققوا لنا نهائي أهلاوي خالص وانتهت النتيجة 4-3 لصالح مريم. طبعا شرفونا وشرفوا كل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاء الجمعية العمومية، وده طبعا بعد ما هنأهم كابتن محمود الخطيب بالفوز وشكرهم على أنهم جعلوا اسم الأهلي في النهائي الاثنين، يعني مش وجود واحد فقط في النهائي. كمان خلينا بقى نروح لأخبار الفريق الأول. النهاردة الساعة 7 النادي الأهلي أو الفريق الأول لكرة القدم هيستأنف أو هيبدأ تدريباته لاستعدادا للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة اللي يمكن أخذها اللاعبين عدا اللاعبين الدوليين، وده طبعا بعد عودة كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فجر أمس من جنوب أفريقيا بعد ما أدى أجازته هناك. كمان خلونا نفكركم بالمهرجان التعريفي للجنة الطفل، واللي هيكون تحت إشراف الإدارة التنفيذية، هيكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. مهرجان تعريفي كبير بالأسرة داخل فرع الشيخ زايد.
وكمان النهارده وبمشاركه لاعبي النادي الاهلي منتخب مصر للكره الطائره بيبدا مشواره الافريقي. يمكن طبعا منتخب مصر في المجموعه الرابعه بجوار المغرب وكينيا وتنزانيا، والنهارده ان شاء الله هيواجه كينيا الساعه 8. كمان النهاردة النادي الأهلي هيواجه طلائع الجيش في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة رجال، هيكون إن شاء الله المباراة هنا في مقر النادي بالجزيرة. كمان خلينا نفكركم أن النادي الأهلي نجح في الفوز على فريق مصر البترول في المباراة اللي فاتت بنتيجة 67-45. يمكن يعني دي كانت ابرز اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. بنشكرك جدا جدا على هذه التغطيه زميلتنا العزيزه نورهان، شكرا. نروح بقى مع حضراتكم على عالم الصحافه الرياضيه والمانشيتات اللافته للانظار، وعلى راس هذه المانشيتات عنوان بيقول ليبيا تفوز على انغولا وتصعب مهمه منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، يعني وكان مهمتنا ناقصه تزداد صعوبه، فعايزين نعرف بقى التفاصيل مع طبعا زميلتنا العزيزه مريم سميح المتواجده حاليا في مقر جريده البوابة نيوز، وهنتابع معاها أهم المانشيتات الصحفية المختلفة. مريم صباح الفل عليك، إيه الحكاية بقى وإيه التفاصيل؟ اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريمة، بصبح عليك أكيد أنا هوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. يمكن هنبتدي بالعنوان اللي أنت يعني تطرقت له يا كريم، وهو العنوان الأول معانا من البوابة سبورت: ليبيا تفوز على أنغولا وتصعب مهمة مصر في تصفيات كأس العالم. الحقيقة أن المنتخب الليبي حقق فوز صعب على حساب منتخب أنغولا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وبهذه النتيجة أو بهذا يعني الفوز يمكن فعلا منتخب الليبي صعب المهمة على منتخب مصر. ده طبعا بعد ما تصدر المنتخب الليبي المجموعة، وكده صعب منتخب مصر في المجموعة لأن المنتخب الليبي بقى متصدر برصيد 6 نقاط، وبيأتي منتخب مصر في المنتخب في المركز الثاني، ثم يأتي طبعا المنتخب الجابوني، وفي النهاية أو في نهاية الترتيب بيأتي منتخب أنغولا. كمان يحتاج المنتخب المصري للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة في هذه التصفيات من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب المسابقة أو الحصول على 4 نقاط على الأقل من المواجهتين. من جريدة الشروق: اتحاد الكرة يعلن خليفة البدري في المنتخب خلال ساعات. تعلن اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خلال الساعات القليلة المقبلة المدير الفني الذي سيقود المنتخب الوطني في مشواره أو في بقية مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ده طبعا بعد توجيه الشكر لكابتن حسام البدري والجهاز المعاون أو الأمس بعد الأداء الغير جيد، وطبعا بعد كل ردود الأفعال اللي كلنا تابعناها من خلال مواقع السوشيال ميديا أمام المنتخب طبعا الجابون ومنتخب أنغولا أيضا. كمان يعني الحقيقة أن الجريدة أكدت أنه أداء غير جيد. أضاف التقرير أنه علامة الشروق من مصادر مطلعة ومصادر خاصة داخل اتحاد الكرة أنه البرتغالي فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة هو الأقرب لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة أو لتدريب المنتخب بشكل مؤقت. كمان خلال مباراتي ليبيا المقبلتين في شهر أكتوبر المقبل بجهاز معاون يتكون من كل من ضياء السيد مدرب عام، كمان معتمد جمال مدرب، وعصام الحضري مدرب لحراس المرمى. أكد المصدر كمان يعني أن ارتفاع أسهم فينجادا في الوقت الحالي ده بسبب طبعا يعني عدة عوامل، أبرزها هو ضيق الوقت خلال الفترة المقبلة والفترة الزمنية لمباراتي ليبيا. كمان أيضا لدرايته الكبيرة جدا بالكرة المصرية بشكل عام، فضلا عن تواجده في منصب المدير الفني للاتحاد والمتعلق بتطوير ملف الكرة المصرية ووضع استراتيجية للمسابقات المختلفة لكرة القدم في مصر، بجانب المساهمة في تطوير المدربين ومساعدة المنتخبات الوطنية المختلفة من أجل مزيد من التطوير للكرة المصرية. أضاف كمان تقرير الشروق أن في حالة يعني الاستقرار
على تولي مدرب محلي للمنتخب، سيكون في هناك مفاضلة بين حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري وأيضا إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي. ومن صحيفة الشرق الأوسط، اختبار قوي لإنجلترا أمام بولندا والخطأ ممنوع لإسبانيا وإيطاليا أمام كوزوفو وليتوانيا. ستكون التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 على موعد اليوم مع اختبارات قوية للمنتخبات الكبرى بالقارة، حيث يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره البولندي، فيما سيكون الخطأ ممنوع تماما بالنسبة للمنتخب الإسباني المطالب بالفوز أمام كوسوفو. كما تتطلع إيطاليا بطلة أوروبا إلى استعادة نغمة الانتصارات على حساب ليتوانيا وألمانيا لمواصلة نجاحاتها الهجومية في مواجهة أيسلندا. وفي المجموعة التاسعة بتبرز مواجهة المنتخب الإنجليزي والبولندي المتنافسين على الصدارة رغم تفوق الأول بفارق مريح. وستكون المباراة الاختبار الجدي الأبرز لرجال المدرب طبعا جارث ساوثجيت ومهاجمه هاري كين أمام المهاجم الهداف ليفاندوفسكي ورفاقه البولنديين في عقر دارهم. ولم يفرط الفريق الإنجليزي بأي نقطة خلال الجولات الخمسة السابقة وجمع 15 نقطة، وتأتي بولندا ثانية بعشر نقاط من خمس مباريات. أخيرا من روسيا اليوم، خمس أرقام تاريخية يحطمها كريستيانو رونالدو في سبع أعوام. حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد عدة أرقام تاريخية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأندية أيضا منذ عام 2014. ونشر موقع ترانسفير ماركت العالمي إنفوغرافيك يوضح الأرقام التاريخية الخمسة التي أنهى رونالدو سيطرة لاعبين آخرين عليها لسنوات طويلة جدا، لأنه حقق رونالدو طبعا لقب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد برصيد 450 هدف، كما حطم رقم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدف. ونجح رونالدو أيضا ومؤخرا من تحطيم رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات بعد أن وصل للهدف رقم 111، فيما يمتلك دائي 109 هدف. وبات رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 14 هدف، متفوقا على الأسطورة الفرنسي طبعا ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف، كما توج بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف. دي كانت أبرز عناويننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل لما قار البوابة نيوز. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية المتميزة، وصباح الفل عليك. شكرا ليكي جدا يا مريم، شكرا للزميلة العزيزة أيضا نورهان طمان. خلينا بقى نروح لخبر تاني، وخبر خاص بالأسطورة البرازيلي بيلي. للأسف الشديد بيعاني من مشكلة صحية يعني، وتداول الموضوع على السوشيال ميديا على المواقع المختلفة. دخل بسببها المستشفى في ساو باولو من كام يوم كده، والصحافة كانت بتتكلم عن الحالة الصحية، وكل واحد بقى بيقول زي ما احنا عارفين، كل واحد بيقول حاجة مختلفة، واللي يقول انه فقد الوعي وحاجات زي كده. مدير أعمال بيلي أكد انه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن بيلي خضع لمجموعة متكاملة من الفحوصات والأشعة ومنظار أيضا للقولون وأشياء أخرى، ولم يخضع لكل ذلك في يوم واحد. بيلي كمان كتب على إنستغرام، قال يا رفاق لم أفقد الوعي وأتمتع بصحة جيدة للغاية، ذهبت للخضوع لاختبارات روتينية لم أتمكن من إجراءها من قبل بسبب تفشي جائحة كورونا. وقال كمان خضعت السبت الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون، وأضاف أصدقائي أشكركم جزيلا. يعني طبعا خبر غير سعيد بالمرة، لأن بيلي من اللعيبة الكبيرة جدا المحبوبة جدا، وهو يعني أسعد الملايين خلينا نقول في مختلف أنحاء العالم، فخبر زي ده أكيد أحزن الملايين أيضا. فكويس إن احنا برضو بنطمن عليه. وخلي بالك هو من مواليد 1940، يعني هو تقريبا دلوقتي 80 سنة ما شاء الله. يعني بس ده الواحد يدعي له من قلبه ويقول له ربنا يدي لك الصحة. أسطورة أسطورة. بنتكلم على بصي الراجل ده استثنائي على كل الأصعدة، يعني يمكن الأجيال الأكبر سنا عارفة كويس جدا قيمة وقدر هذا اللاعب الاستثنائي. لو سألته أي حد، وعلى فكرة ده حصل مع نجوم كرة القدم على مستوى العالم كله، لما يتسألوا على مين أهم لعيب كرة بالنسبة لكم، مين الأيقونة من وجهة نظركم، لازم تلاقوا أن القاسم المشترك في الردود بيليه. احنا بنتكلم على أحد سحرة
كرة القدم أحد أساطير هذه اللعبة. عمل له أفلام يعني. طبعًا طبعًا ده أقل واجب، إحنا بنتكلم على حد استثنائي، ده كان دي ظاهرة كونية ماشية على رجلين، مش لعيب عادي أبدًا يعني. طيب نروح بقى مع حضراتكم للقطة مختلفة جدًا ومميزة جدًا حصلت مع منتخب تنزانيا، يعني حصلت معاه واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم الدولية. إمتى بقى اتحسبت ركلة الجزاء يا حضرات؟ بعد مرور 5 ثواني فقط من بداية مباراته أمام منتخب مدغشقر ضمن طبعا تصفيات كأس العالم 2022. اللي حصل إن حكم اللقاء وهو من أوغندا اسمه ماشوت سالي احتسب ركلة الجزاء بعد كرة طويلة جدا من تنزانيا كانت رايحة ناحية المهاجم سايمون موسوفا قبل أن يتعرض لخطأ من ملفن أدريان حارس مرمى منتخب مدغشقر. واللي حصل بعد كده أن حول قائد منتخب تنزانيا إيراستو نيون ركلة الجزاء إلى هدف التقدم ليساهم في فوز منتخب بلاده في النهاية بنتيجة 3-2، وبكده بيتصدر منتخب تنزانيا قائمة المجموعة 10 للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط. طبعا هو ما فيش سجل رسمي قوي حوالين أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، لكن سبق حصلت برضو واقعة مشابهة، سبق احتساب ركلة جزاء لمنتخب مونتينيجرو أو الجبل الأسود بعد 10 ثواني فقط من بداية انطلاق المباراة خلال ماتش ودي قدام غانا. الكلام ده حصل سنة 2014 وجاء منها هدف اللقاء الوحيد، لكن 5 ثواني يعني الماتش لسه. احنا امبارح اتكلمنا كان ثانيه فرقت في السباق، دلوقتي 5 ثواني برضه. ده لا لا حاجه، الثانيه بتفرق في عالم الرياضه طبعا. في حياتنا يمكن العاديه لا، بس طبعا في الرياضه اكيد تفرق في حاجات تانية. خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم بقى فقراتنا الحواريه. بنبقى مهتمين جدا ان احنا في 10 الصبح في الاهلي كمان نظهر النشاطات المختلفه اللي بتتم في النادي الاهلي والفعاليات وغيره. هنتكلم النهارده عن اداره المكتبات واكاديميه الباليه بالنادي الاهلي وحفلات الكورال كمان بالنادي اللي بنشوفها واللي بيطلع منها كمان مواهب كتيره جدا اهلاويه جميله، ممكن بعد كده في المستقبل يبقوا بجد نجوم كبار جدا ويرفعوا اسم مصر في اي محفل دولي. انا مش بتكلم كده ببالغ، لا دي حقيقه وحصلت قبل كده. خلينا على كل حال نرحب بالاستاذه ولاء عبد الرازق مدير إدارة المكتبات وأكاديمية الباليه بالنادي الأهلي. يا صباح الخير، أهلا بيكي. منورانا يا فندم، أهلا بيك. وعاملين بسم الله ما شاء الله يعني شوية الدردشة اللي دردشناها في الفاصل. لا بسم الله ما شاء الله، وأكيد هنعرف بقى الناس تفاصيل كتير، بس ما تيجي نبتدي بالحفل الختام السنوي لأكاديمية الباليه اللي تم يعني تنظيمه في دار الأوبرا المصرية والنجاح الكبير اللي حققه أكيد مش من فراغ، فعايزين نعرف من حضرتك كواليس هذه الفعاليه كانت عامله ازاي. هو الحفله دي كان مقرر ان هي تتعمل قبل الكورونا والاعصار، فكانت اصعب حفله قبلناها بصراحه لان احنا كنا مجهزين لها واتلغت قبلها باسبوعين نتيجه الظروف اللي مرت بيها البلد، واحنا كنا خلاص يعني محددين انها هتتعمل في مكان ما في مسرح اخر يعني، بس ما وفقناش وقتها. وبعدين رجعنا استأنفنا النشاط لما الدنيا فتحت تاني، والحمد لله عملنا حاجة سمعت قدام الدنيا كلها اللهم لك الحمد. ويعني كل حفلة احنا بنختلف فيها عن اللي قبلها، الحفلة دي كانت تجهيزاتها صعبة جدا جدا جدا، اهالي كتير كانت خايفة، الاجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها كانت صعبة علينا وصعبة على البنات، ومخرجين العرض لقوا صعوبة كبيرة جدا جدا لانه ما شاء الله العدد كمان كبير. احنا كان معنا 250 بنت، العدد الاساسي كان 320، اعتذر منهم 70، خافوا بقى الاهالي خايفة من الكورونا وكده، ففضل معنا 250 بنت كانوا ملتزمين جدا مع مخرجين العرض ومع المدربين، وبالفعل يعني هم والاهالي التزموا معانا وعملنا عرض كسر الدنيا الحمد لله. حلو قوي. مع العروض اللي بتكسر الدنيا زي حبي بتقولي، انا زي ما ذكرت بيبقى في كوادر، يعني في الحفله الاخيره كان في طفله اسمها كارما كمان مفروض يعني دي كورال بقى، انا بتكلم على الكورال. موهبة كبيرة برضو تم اكتشافها، فازاي بتقدروا ان انتوا برضو من خلال يعني الشباب الصغير اللي بيشارك ان انتوا تشوفوا حد لا دي ممكن تبقى نجمة، دي ممكن تبقى فعلا ليها مستقبل كبير؟ احنا عندنا الانشطة متنوعة في ادارة المكتبات من ضمنها نشاط الكورال. احنا بنعمل اعلان بنقول فيه اي حد عنده الموهبة يجي يختبر ونشوف نتيجة الاختبار ده ايه، وبالفعل البنت جات هي وباباها يعني ما جاتش لوحدها، يعني كان باباها معاها وكان برضو ليه أغنية في الحفلة الأخيرة دي، بس هما الاثنين منفصلين ما كانوش مع بعض،
وكانت كارما بالنسبة لنا القنبلة، ومعاها ولد تاني كبير برضو كان اسمه علي. كل الحضور شبهه بحسين الجسمي. يعني من كتر ما أدائه كان رائع، من كتر ما صوته كان حلو. والحمد لله أستاذة ابتسام شوقي هي القائمة على الكورال ده، فكانت برضو عملت مجهود كبير جدا جدا بأنها عملت لهم اختبارات لكل الناس اللي كانت بتيجي تقدم، واخترنا المتميزين طبعا منهم وتم تدريبهم، واللي موهبتهم نص نص تم برضو تدريبهم. ومين بيدربهم بقى؟ ناس متخصصين؟ طبعاً. ميوزيشنز. النادي الأهلي ما بيعملش أي حاجة إلا بناس متخصصة. يعني لما بيدخل في حاجة أو في نشاط لازم تكون الكوادر القايمة عليه كوادر متخصصة. كويس دي نقطة مهمة جدا. برضو يعني بحكم ان حضرتك مدير ادارة المكتبات، انا عايز اطمن بقى على تفصيلها، لان للأسف شديد من ضمن المظاهر المؤسفة اللي استجدت علينا في الزمن ده، مع ان المفروض ان في الزمن ده نسبة القراءة تزيد، لان بقى فيه سهولة ويسر ملحوظين في ان انت حتى اونلاين تقدري تقري اللي انت حباه، ولكن للأسف الشديد انا شخصيا ملاحظ ان في تراجع كبير جدا في مسألة الاقبال على القراءة، وكلام ده ليه انعكاسات كتير على فكرة. يعني فانت شايفه ايه بقى في الحته؟ احنا لما لقينا اطفال النادي وشباب النادي والكبار اللي فيهم بيبعدوا عن المكتبات، بدانا نفعل كل انشطه وزاره الثقافه جوه الاداره، بمعنى انه نربط ابناء النادي كلهم بالنادي وباداره المكتبات بانشطه جديده زي الارت، الميوزك، الباليه، الكورسات انجليش يجوا ياخدوها في المكتبة في اي فرع هم اقرب ليهم، كورسات اتيكيت، كورسات روبوتكس، يعني كل حاجة الاب والام بيدوروا عليها بره موجودة في مكتبات النادي الاهلي باسعار رمزية، لان النادي قطاع خدمي. الحاجة لو بتتقدم بره بتلات أضعاف النادي بيقدمها بكلام فاضي، حاجة لا تذكر يعني، لأنه قطاع خدمي ودايما بيدور إن هو ما يثقلش على أعضائه، يعني دايما يديهم الخدمة بدون أي عبء مادي. فإحنا الحمد لله حاولنا نعوض التراجع ده بإن إحنا نربطهم بينا بحاجات تانية، يعني حفلة الباليه العدد ما شاء الله إحنا عندنا في أكاديمية الباليه مثلا بدأنا بتسع بنات، التسع بنات تطوروا لحد 500 يا من 9-500 حلو جدا، وعمار طبعا مختلفة، عمار مختلفة طبعا. ومن احنا شايفينه ما هو احنا بنتكلم مع حضرتك، يعني اشكلهم جميل صراحة. بنات النادي الاهلي، بنات النادي الاهلي، واخرج العرض الرائع ده اساتذة كانوا قائمين على العرض وقائمين على تأسيس الاكاديمية فنيا، استاذة سماح عباس، دكتورة سالي عباس، استاذة ساندي عباس، وبصراحه يعني خلونا استمتعنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما كناش عايزين العرض يخلص. هي النادي الاهلي مش سايب حاجه، مش يعني غير لما بيدخل فيها وبيدخل باحترافيه كبيره جدا وكلها امور من شانها تشكل يعني الشخصيه بتاعت كل الاعضاء من على اختلاف اعمارهم، وبالذات الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاطفال دي في منتهى الاهميه الحقيقه. ايوه دي حقيقه. احنا عندنا اعمارنا في الباليه مثلا بتبدا من 5 سنين ونص الى ما لا نهايه، يعني لو جالنا واحده عندها 40 سنه عايز تدخل الباليه بتدخل وبتبقى بروفيشنال زي اي حد بيتعلم من زمان. ليه؟ لانه بنشتغل عليهم طول الوقت باسم النادي الاهلي، والناس القائمين عليها فنيا برضو بيشتغلوا على اسمهم، فما بيطلعوش حاجه خالص. الحلو كمان في الموضوع استاذه ولاء ان يعني مجلس الاداره بيكون دايما حريص ان هو يدعم، وكمان في الاحتفاليه الاخيره زي ما احنا شايفين في الاوبرا كان في ناس كتير من مجلس الاداره، فده في حد ذاته برضو دعم معنوي محترم جدا وبيفرق اكيد. هم دايما داعمين لينا في كل الانشطه، يعني في كل المجالات وعلى كل الاصعده هم دايما داعمين لينا وبيذللوا لنا كل العقبات المجلس والاداره التنفيذيه، فحقيقي يعني انا بقدم لهم الشكر من خلالكم يعني. حلو قوي. ملاحظه حضرتك ان في اقبال اكتر على الكورسات اللي ليها علاقه باللغات ولا روبوتكس ولا الميوزك ولا الفنون، يعني انهي بند منهم لاحظت ان لا الناس مقبله عليه اكتر يمكن من الباقي؟ كل بند وليه اهتمامات الناس بتاعته. اعضاء النادي كتير جدا ما شاء الله، يعني احنا رقم ما شاء الله يعني، يعني شويه الاطفال الصغننين بيبقى اهاليهم حابين ان هم يبقوا يعني عندهم قوه في اللغه، فبنبص نلاقي ان هم
مهتمين جدا، في اقبال على في سكشن الارت مثلا بيعملوا معانا شغل طول السنه، وفي النهايه بنعمل معارض بيجي يفتتحها عميد كليه تربيه فنيه، عميد كليه رياض اطفال، بيجي برضو كوادر ذات ثقل يعني. وبرضو في اكاديميه الباليه عرض اختبر البنات مؤخرا عشان يتصعدوا الليفل، لان احنا عندنا النظام نظام اكاديمي، فكل سنه لازم الولاد البنات يتصعدوا ليفل. فاللي اختبرهم كان عميد المعهد العالي للباليه دكتور عاطف عوض، واشاد بيهم جدا وقال ان مستواهم يكاد يماثل بنات اكاديميه الفنون والمعهد العالي للباليه. طب الستيب اللي بعد كده، ليتس سي مثلا انا عضوه في النادي ووديت بنتي لفريق الباليه، وبعد كده بسالكم انا مستقبل ممكن تساعدوني ان هي بقى تروح تلعب بشكل احترافي او تمارس هذه الرياضه بشكل احترافي، فهل ده كمان موجود ان انتم ممكن تساعدوا الاعضاء فيما بعد كمان هذه الخطوه؟ هو ده اوريدي حصل، لان بنات الفريق عندنا تم مشاركتهم في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي افتتاح وختام بعد اختبارهم مع بنات المعهد العالي للباليه، وشاركوا كمان في افتتاح البطولة الأفريقية لكرة الطايرة رجال. وإحنا بنطمح بقى إن شاء الله يعني إن هم يبقوا بيشاركوا باسم وزارة الثقافة في المهرجانات الدولية. دي تبقى خطوة برضو حلوة جدا. ده بقى الطموح اللي عندنا حاليا، إحنا خلاص عدينا مهرجانات في مصر، عايزين بقى النادي الاهلي ان شاء الله يشارك مع وزاره الثقافه ببناته ان شاء الله. يعني انتوا عموما يعني اليه العمل عندكم بتمشي ازاي؟ يعني مثلا هل في بدايه كل سنه مثلا بتقعدوا تجتمعوا وبتقرروا ان احنا على مدار السنه دي او الموسم ده انجاز التعبير يعني عايزين نشتغل على الملفات سين وصاد وعين، ولا بتبقى بناء على اقتراحات الاعضاء هم شايفين ان في حاجه معينه قد تكون ناقصه فنشتغل عليها؟ يعني الامور بتمشي ازاي؟ هو الحمد لله احنا مش سايبين للاعضاء حاجه يشوفوا انها مش موجوده او يلاقوا انها مش موجوده، اي تفصيله صغيره خاصه بابنائهم احنا بنغطيها، فدي اللهم لك الحمد يعني، وهم بيشيدوا بيها دايما يعني ان هم مش فعلا مش بيلاقوا حاجه ناقصه جوه النادي الاهلي الا لما بتتغطى على المستوى الثقافي المستوى الفني المستوى العلمي، فالحمد لله هم شايفين ده ولامسينه. كويس قوي. طيب ايه تاني ممكن تحكي لنا حاجات مثلا بتتم من أنشطة مختلفة يعني خلينا برضو نعرف منك؟ احنا عندنا مثلا هرجع لكم في الاخر للحفلة، لان احنا كان هدفنا برضو منها وهدف مخرجين العرض منها حاجة تثري ثقافة البنات يعني، بس خليني اقولك الاول ان مثلا احنا بنربي في اعضاء النادي ولاد وبنات ازاي يتعاملوا باتيكيت، يعرفوا يعني ايه الاتيكيت وازاي يتصرفوا وازاي يكونوا قاعدين وسط الناس عندهم ثقه بنفسهم. كنا في المدرسة أيام زمان عندنا برضو كورسات كده كانوا بيدوها لنا صح؟ بتفيد جدا على المهم طبعا بعد طبعا كده طبعا. وعندنا برضو كورسات الارت دي، البنات مثلا اللي عايزه تدخل تعمل قدرات تختبر قدرات في ثانويه عامه بتقدر تختبر، بنات صغيرين عندهم الموهبه بيشوفوا نتاج ده في معارض، وبندخل مسابقات قبل كده شاركنا في الولاد ما فيش ولاد وبنات طبعا دي هي البنات الوحيده البنات حاجه واحده بس البنات، انما الباقي كله ولاد وبنات مع بعض بس. ف يعني شاركنا قبل كده في نادي الصيد في الارت وخدنا الجائزه الكبرى، النادي الاهلي خد الجائزه الكبرى. كانت منافسات نوادي يعني منافسات دوليه كمان حلوه قوي. فاحنا واصلين لمستوى احترافي ما شاء الله في كل المجالات عالي جدا جدا. هل في حد زينا كده يعني؟ هل في حد من ده مش نوادي؟ سؤال يا بيه ده مش سؤال بالعكس عشان حتى نبين الفرق يعني هل في نادي تاني رياضي اجتماعي بنشوف فيه او اعضائه بيشوفوا فيه هذا الكم من الفعاليات المختلفه؟ لا. اللي بتلمس كل جوانب ومناحي الحياه بالمعنى الحرفي. تنميه الانسان انت بتتكلم عن تنميه انسان فعلا مش فكره بس برضو عايزه خدمات. اقولها او اشير ليها ان في الحفله الفصل الاولاني منها كان اسمه اوبريت روائع الفن، السنه دي البنات سمعوا اغاني عمر ما حد في خياله في الجيل ده كان ممكن يفكر انه يسمعها، ولو لقاها هيقفلها. عبد الوهاب عبد الوهاب لا محرم وردة يعني غطينا تراث، أغنية من التراث يا غريبة الداري،
حاجه كده اللي هو فاللي هو حاجات كده ما كانوش هيسمعوا عنها. والسنه اللي فاتت يعني او السنه اللي قبل اللي فاتت الحفله الاخيره كانت في مسرح الجلاء، اشتغلنا على اوبريت الليله الكبيره، برضو ما كانوش يعرفوا يعني ايه الليله الكبيره. الجيل ده بيسمع حاجات مختلفه خالص، فاحنا بنرجعهم لزمن يسمعوا بيه حاجات وكلاسيكيات جدا طايرين بالموضوع ده. والبنات برضو بتحس انه ذوقهم اختلف، يعني هم كمان مختلفين وسط اقرانهم اللي بره. فاحنا الحمد لله ده اللي بنشتغل عليه، تنميه الطفل، تنميه مواهبه، طفل او مراهق او شاب، ده كل اللي بيشغلنا في اداره المكتبات والنادي الاهلي، ان احنا دايما نربط اعضائه بيه على كل الاصعده، رياضيه، ثقافيه، علميه، فنيه. انا هختم حضرتك بنقطه مهمه وخدتها من كلامك لما قلتي حتى لو حد عنده 40 سنه واحده عندها 40 سنه وعايزه تروح تنضم لفريق باليه عندها الفرصه. الفكره المغزى من الكلام ان اتس نيفر تو ليت، يعني احنا في النادي الاهلي ما عندناش قصه هنقدر حد مثلا نفسه يعمل حاجه يقول لا اصل انت عديت السن او حاجه، لا بالعكس، يعني دايما في فرصه، دايما موجود، بس انت خلي فيه الرغبة الحقيقية وروح. شارك معنا كده؟ شارك معنا 3 سنين أستاذ دكتور في جامعة عين شمس، كانت فوق 40، وشاركت معنا في 3 حفلات لينا، وكانت بتتعلم معنا الباليه، وكانت مش بتخجل من ده. هي كانت في كلية هندسة، أستاذ دكتور في كلية هندسة جامعة القاهرة، وكنا كانت بالنسبه لنا مثل انه ايه الجرأه اللي انت فيها دي وهتشاركي كمان معانا في حفلات. اتس نيفر تو ليت فعلا. بتجهزوا لايه بقى الفتره الجايه؟ شغالين على ايه حاليا؟ شغالين حاليا على معارض انشطه فنيه نهايه سيزون، لان احنا نهايه كل سيزون بنعمل معرض للنشاط الفني في كل فرع، فحاليا ده اللي بنجهز له. وزي ما قلت لحضرتك بيفتتحوا كوادر اكاديميه، بنجهز انه هنعمل حفله برضو صغيره لبنات الاكاديميه الباليه، نسلمهم فيها شهادات تقدير وميداليات علشان هم تصعدوا الليفل اعلى، واللي مصعد يعني اللي بيديهم التصعيد ده. حلوه دي كمان. بتعمل حفله طبعا طبعا يعني اللي اشاد بتصعيدهم عميد المعهد العالي للباليه، شهاده التخرج كده. ايوه بالظبط، لان المنهج اللي بنقدمه المنهج الاكاديمي الروسي اللي بيتقدم في معهد في اكاديميه الفنون التابعة لوزارة الثقافة. دي مدرسة بتبدأ من سنة رابعة ابتدائي لحد ثانوية عامة. فاحنا القائمين على العمل الفني اللي هم الأساتذة اللي أنا ذكرت أسمائهم، سماح وسيلي وسندي، بيقدموا لأبنائنا نفس المنهج الروسي اللي بيتقدم في الأكاديمية. كويس جدا. انا بالنسبه لي يعني تمام جدا، بس بتمنى لكم التوفيق بجد، جود لك. ولو حابين احنا نبقى متواجدين معاكم في اي ايفنت برضو مهمه، واكيد كده احنا متواجدين على طول أكيد. بس انا وكريم بتكلم بنفسنا نيجي مره، يساعدنا بجد نيجي يعني نحضر اي حفله او ايفنت قريب. ده شيء يشرفنا. انا ممكن تلاقيني كمان ايه قاعد على طول مقيم في المكتب. ده تنورنا والله. على فكره كريم فعلا بيحب القرايه، دي حاجه انا عارفاها. اكيد كلنا عارفينها. ومستاء جدا ان هوند من اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، انت عندك اجيال جديده مش عارفه يعني ايه كتاب اساسا. ايوه عشان كده يعني حاولنا نظبط التدهور اللي حصل حتى في الجرايد، يعني الجرايد الورقيه اللي اذا مقارنه بزمان للاسف تمسكي جريده تعيسه كده. انا جالي سؤال دلوقتي من كلامك على فكره. طب في اداره المكتبات ازاي ممكن فعلا تقضوا على المشكله دي؟ يعني ازاي انا ممكن اعمل فكره تخليني اقضي على قصه والاعمار المختلفه ان هم ما بقاش في قرايه زي الاول او زي زمان قوي؟ يعني علشان تقضي على ده لازم بتدخليهم في أنشطة هم حابينها، بس إنك تجبري حد على إنه يقرأ دي صعب. دي صعبة جدا. هي لازم تبقى حاجة نبعة من الداخل، ما ينفعش يعني ده بيبقى شغف وحب. فإحنا لما لقينا الموضوع كده فطورنا من أداء إدارة المكتبات في أنشطة كتيرة جدا تربط أبناء النادي بينا. المهمة مش سهلة إن أنت كمان تجذبي الجيل الأحدث يعني أو الأصغر سنا، يعني حتى الترويج لفكرة القراءة ممكن بتحتاج مجهود كبير قوي من القائمين عليها أكتر من النشاطات كده كده مسوقة نفسها. هو السوشيال ميديا برضو خلت الأطفال والشباب كلهم مرتبطين ماسكين الموبايل، فإحنا بنحاول نفصلهم عنه. أقول لك على حاجة بجد أستاذة ولاء، ده موضوع بقى سخيف طبعًا. مش اللي هو طبعًا. بقى موضوع مش حلو، لا بقى سخيف. إن إحنا يعني أطفال العيلة كلها ما فيش بيت اعتقد مش كده، الاطفال على طول ماسكين لا يا الايباد يا التليفون، ما بيشيلوش راسهم تقريبا منه، فموضوع مش هيلثي ابدا، مش صحي تماما. يعني احنا بقى كاداره المكتبات بنحاول نقضي على الموضوع ده
بان هم يرتبطوا بينا في كل الانشطه اللي ممكن تكون بتهمهم. يعني على ذكر الانشطه احنا معانا خلينا بقى تسمح لنا بس نروح دلوقتي اللايف فيو عن احتفاليه الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، ومراسلتنا هناك هنا ابو القاس ومعها لقاء مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. يعني هنا طبعا بصبح عليكي وصبح لنا على المهندس وليد جدا جدا، وتحياتنا ليكم وسامعينكم. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وطبعا بصبح برضو على الأستاذة ولاء عبد الرازق ضيفتكم. يعني معايا دلوقتي زي ما انت قلتي المهندس وليد مبروك، كونه طبعا رئيس اللجنة العليا للجان. النادي الأهلي الحقيقة دايما سباق ودايما في الريادة، عشان كده النهاردة تم دعوته لاحتفال محو الأمية. عفوا، في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزة بقى حضرتك تكلمنا عن فعاليات اليوم. في الاول بصبح على نهواندو وكريم وصبح عليكي. طبعا احنا النهارده موجودين في الهيئه العامه لتعليم الكبار بمناسبه الاحتفال اليوم العالمي لمحو الاميه، وده بيتواكب مع حدث ثاني اهم هو فوز مصر بجائزه اليونسكو عن العام الحالي في تجربه شراكه بين جامعه عين شمس وهيئه العامه لتعليم الكبار. وطبعا يعني انا سعيد جدا ان النادي الاهلي موجود في اليوم ده. كعادة النادي الأهلي ونادي رائد في الرياضة، برضو رائد في 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 العمل المجتمعي، وده اللي بيأكد عليه كابتن محمود الخطيب دايما تكرارا ومرارا. احنا مش نادي رياضي بس، احنا نادي رياضي واجتماعي، وده دورنا. الحمد لله احنا عملنا يعني شوط كبير في موضوع محو الأمية في النادي الأهلي، بقالنا دلوقتي 8 شهور شغالين على الملف ده. في تقريبا 40% من العاملين اللي محتاجين يستكملوا العمليه التعليميه، مش بحب اقول محو اميتهم يعني، تقريبا امتحنوا ونتيجتهم هتطلع خلال يومين، وهم ان شاء الله نجحوا كلهم يعني معلومات من الكنترول زي ما بيقولوا، وهنحتفل بيهم ان شاء الله في خلال ايام. يعني النادي الاهلي دايما في الرياده زي ما قلت، يمكن هو اول مؤسسه في مصر والشرق الاوسط تتبنى ملف محو الاميه. عايزين بقى نتكلم عن ردود الافعال. هو النادي الأهلي أول مؤسسة رياضية في مصر والمنطقة يفتح الملف ده ويشتغل عليه، ودي عادة النادي الأهلي، مش هنتكلم فيها كتير الحتة دي، واتكلمنا عليها أكتر من مرة. هي التجربة جت بفكرة من لجنة المرأة وبعض الأعضاء والعضوات في النادي، واشتغلنا عليها بقالنا 8 شهور الحمد لله. واللي بيدرسوا زي ما احنا عارفين، ودي أهم حاجة في التجربة على فكرة، هم متطوعات من أعضاء عضوات النادي الأهلي الأفاضل اللي دخلوا خدوا دورة تدريبية وبقوا معاهم شهادة معلم، هم اللي بيدوا الدروس وهم اللي فاتحين الفصول وبيسيبوا وقتهم وبيوتهم. ويعني أنا بصراحة مش عارف أقول عليهم إيه، هم أبطال حقيقيين لأنهم بيعملوا عمل كبير هيحس بيه اللي اتعلموا قبل أي حد تاني، وهيفضلوا طول عمرهم زي ما شفتهم بعيني وهم بيشكروهم وبيقولوا لهم أنتوا عملتوا لنا حاجة هنفضل طول عمرنا فاكرينها لكم. أنا بشكرهم وبشكرهم بشكرهم لأن ده عمل خير قبل ما يبقى عمل مجتمعي كمان. الحمد لله، وإن شاء الله تبقى تجربة ناجحة ونكملها للآخر إن شاء الله. زي ما حضرتك قلت تم بالفعل شبه تخرج اول دفعه من عمال النادي الاهلي، عايزين نعرف بقى ايه اللي هو قادم في ملف محو الاميه. احنا فاضل عندنا تقريبا 150 عامل وعامله لسه هنستكمل العمليات التعليميه بتاعتهم. بنحاول جاهدين ان احنا نبتدي الشهر ده المرحله الثانيه، وبنحاول نخلص ال 150 كلهم مره واحده لو ان شاء الله. الهيئه طبعا ما بتتاخرش علينا خالص بصراحه، تعبناهم جدا الفتره دي بقياده الدكتور عاشور. كل حاجه طلبناها فيها استثناء لينا كنادي اهلي هم عملوها لنا في حدود اللوائح وفي حدود القانون طبعا ما بيسمح. المجموعه كلها مش هعرف اقول اسماء طبعا لانها مجموعه كبيره جدا من كذا منطقه يعني تابعه للهيئه، كلهم تعبوا معانا ومستمرين يتعبوا معانا. ولما قلنا لهم عايزين نخلص المجموعه اللي جايه دي بدل في 4 شهور او 5 شهور نخلصها في شهرين، هم تجاوبوا معانا وقالوا لنا ان شاء الله هنقدر نعمل ده. يعني حقيقه حاجه مشرفه جدا، ان شاء الله مزيد من التالق. ربنا يخليكي، وبسلم على نهواندو وكريم تاني، وصباح الخير عليكم جميعا. بشكر حضرتك جدا. ده كان لقائي مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. يعني فعلا حاجه مشرفه جدا بتليق باسم النادي الاهلي كالعاده. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جدا يا هانا على هذا اللقاء الرائع، وتحياتنا مره ثانيه كابتن وليد. حقيقي يعني من الشخصيات الجميله الاهلاويه فعلا، والشغل كمان واهتمامه باللجان ملحوظ جدا، مفيش لجنه فيها تقصير حقيقي. دي حقيقه، ودايما بيغطوا كل حاجه برضه مسابقات صحيح. احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وانتم عاملين شغل اكثر من ممتاز، وان شاء الله المزيد من النجاحات. كانت معانا الاستاذه وليد عبد الرازق مدير اداره المكتبات،
وكمان اكاديميه الباليه بالنادي الاهلي نورتنا، ونلتقي معاك ان شاء الله على خير مره ثانيه. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم وفقرتنا الاخيره. عن لقب قاري جديد بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، يلتقي رجال يد الأهلي يوم الجمعة المقبل نظيره الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تشهد التدريب الختامي للفريقين غدا الخميس في توقيتات مختلفة، استعدادا للقمة المنتظرة على اللقب الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية. المباراة المرتقبة منظمة من قبل الاتحاد المصري للعبة لتحديد بطل القارة السمراء في لقاء بدون جماهير وتحت إدارة تحكيمية للثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان. كأس العالم للأندية سيقام في الفترة من الخامس وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، وستكون أول مواجهة لبطل القارة الإفريقية أمام برشلونة الإسباني المحترف في صفوفه علي زين لاعب المارد الأحمر السابق في السادس من أكتوبر المقبل. يد الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق إنجاز جديد بالتتويج بلقب قاري، ومن ثم المنافسة على ميدالية عالمية. الحقيقة فريق رجال يد النادي الأهلي يعني لا بيشبع ولا بيكتفي، ودايما بيسعى للمزيد من النجاحات والمزيد من التتويجات والإنجازات بعد ما اتوج بكأس الكؤوس الإفريقية، وطبعا قدامه مباراة في منتهى الأهمية في السوبر الإفريقي إن شاء الله أمام فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل. مباراة في منتهى الأهمية لأن هي دي المباراة المؤهلة لكأس العالم للأندية. هنتكلم عن هذه المباراة وعن ملف كرة اليد في النادي الأهلي بشكل عام مع كابتن ياسر صلاح مدرب يد الاهلي السابق. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن. اهلا بحضرتك، ويعني حلو جدا ان احنا بنتكلم عن هذا الملف، ان احنا عندنا مباراه مهمه يوم الجمعه، لكن خلينا الاول نروح لكاس الكؤوس والاداء المبهر بصراحه، ولا هزيمه الحمد لله. وزي ما يتقال كده كانت روح الاهلي موجوده في كل مباراه حقيقي، مش فيها مبالغه الجمله دي. خلينا نعرف وجهة نظر حضرتك برضو. احنا بنشكر طبعا وبنقول ألف ألف مبروك لمجلس الإدارة على رأسهم كابتن محمود الخطيب، وعلى رأسهم طبعا رئيس جهاز ياسر الرملي وكابتن طارق محروس على المجهود العظيم اللي هم عملوه ده. وهنقول ان احنا بنرجع تاني بطولات أفريقيا للنادي الأهلي. احنا بقالنا زمن ما خدناش عدة بطولات أفريقية، أو ما كناش كمان بنشارك، فالحمد لله رجوع البطولات ده حاجة كويسة، وأنا شايف إحنا ماشيين في اتجاه سليم، وتدعيم طبعا من مجلس الإدارة والنشاط الرياضي غير عادي السنة دي بالذات لإحراز بطولات أفريقيا وكأس السوبر إن شاء الله بإذن الرحمن. طيب على ذكر برضو اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الجاي إن شاء الله في كرة اليد، الحقيقة الزمالك فريق قوي وعنده عناصر جيدة جدا جدا، وبرضو النادي الأهلي يعني مش محتاجين نتكلم عنه ولا عن قوته ولا حتى على تفصيلة إن هو في ميكس مهم جدا خاصة ما بين عناصر من أصحاب الخبرة وبين الطاقة المتجددة للشباب. لو حطينا الفرقتين قصاد بعض، شايف حضرتك المباراة دي ممكن تكون عاملة إزاي ما بينهم الاثنين؟ بص، ماتشات الأهلي والزمالك هي صفوة اللعيبة كلهم، معظم لعيبه مصر 90% منها قوام المنتخب اغلبهم والزمالك قوام المنتخب، فرقتين على اعلى مستوى. كانت حاجه تشرفنا الفتره اللي فاتت بمسابقه بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، اللي عملوه الفرقتين مع بعض حاجه غير طبيعيه، وهي دي الروح الرياضيه بين الاهلي والزمالك، ان احنا نعمل ممر شرفي للزمالك ونحييه على البطوله، والعكس صحيح برضو. ما حصل احنا خدنا كاس مصر
ممر الشرف يتعامل من الزمالك، لا روح عالية. الكلام ده بيعكس طبعا ان احنا داخلين على حدث كبير، كاس السوبر، حاجة مصر تتشرف بيها في تنظيمها بعد ما اتنقل هنا. انا شايف ان احنا واجهة مشرفة، فرقتين هيلعبوا على اعلى مستوى، كل دوت بيتحط في هنقول في تابلو للشكل الحلو. الماتش اللي جاي ان شاء الله ماتش هيبقى من الطرفين قوي. عناصر النادي الاهلي، هنتكلم عن عناصر النادي الاهلي، معظمهم شباب، و انا شايف ان كابتن طارق محروز بقاله دلوقتي موسم مع الفرقه، شايف ان هو مدعم مجموعه كبيره من الشباب، وده حاجه كويسه طبعا. فربنا يكرم ان شاء الله، رغم ان احنا عندنا شويه مشاكل. ما هو بقى دي النقطه اللي انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، ويا ريت نتكلم يعني بشفافيه عشان نقدر حتى نفهم احنا فين يعني، ونطمن في نفس الوقت ايه المشاكل، ايه اللي يعني نقدر نقول نقاط ضعف عندنا حاليا واللي بيشتغل عليها مفروض برضو الفريق. هو الحظ بس ان احنا عندنا ثلاثه من اصحاب الملعب مهمين جدا. عندنا محسن رمضان عنده كسر في الكوع، هيقعد شهرين، فده هيبقى بره اللعب. عندنا عمر كاستيلو، ان شاء الله اخر اختبار النهارده هيشارك ولا لا. وعندنا سيسا ان شاء الله برضه هيتعمل له اختبار هيشارك ولا لا. ثلاثه من العناصر الشباب كانوا المفروض ان هم يبقوا موجودين في المباراه اللي جايه، فربنا يسهل فيهم اثنين هناخد فيهم قرار، او كابتن طارق محروس هياخد فيهم قرار ان هم يلعبوا. كابتن طارق والمجلس الاداره دايما شغالين كويس بطريقه حديثه. عندنا في ان شاء الله في تدعيم هيحصل، في صفقتين كويسين هيخشوا معانا المباراه، اعتقد ان ده هيبقى حاجه كويسه، وهنتفرج على مباراه شكلها حلو ان شاء الله. اكيد لا فرقتين اقوياء فعلا، فلازم ينتج عن هذا اللقاء فعلا المفروض متعه في المشاهده. ولكن عايز اروح مع حضرتك لملف الاحتراف. احنا عندنا حد زي علي زين مثلا بعد فتره كان مقضيها في دوله الامارات، مؤخرا انضم لبرشلونه، فيعني ده علي زين طبعا من الناس ابناء النادي الاهلي. كان محترف في قطر والسعوديه، وبعد كده طلع على برشلونه. ان شاء الله لو ربنا كرمنا هنقابل علي زين. خطوه حلوه يعني طبعا، وبعدين يعني اكيد برضو هتشكل حافز للعيبه تانيه كتير. اكيد بص احنا دلوقتي ما بنبقاش بنقول في افريقيا بس، كان العالم كلنا بيتفرج علينا، حتى الدوري بتاعنا الناس بتشوفه. ماتش السوبر هنقول هتبقى وجهه مشرفه للقاره الافريقيه كلها، ودلوقتي العالم كله بقى يتفرج عليك بعد المستويات اللي اتعملت في كاس العالم والبطوله الاولمبيه. طب وازاي ممكن نتكلم برضو عن الفريق اكتر يعني بشكل اكتر تفصيلا؟ زي ما احنا قلنا في البدايه هو بيجمع كوادر مختلفه واعمار مختلفه، اللي عنده خبره واللي لسه عنده الرغبه في اثبات ذاته. يعني خلينا برضو نتعرف على الفريق اكتر مع حضرتك كابتن ياسر. بس احنا عندنا فرقه كويسه، عملت دوري وعملت كاس مصر، حاجه كويسه، حاجه تشرفنا، نتائج فعلا، وكنا بعاد الفتره اللي فاتت سنه منهم عشان الكوفيد والتوقف، يعني ما كانش بايدينا قوي بالظبط. بطوله افريقيا بتاع كاس كؤوس ده كان من احسن حاجه، قرار ان هو اتاخد، ان هو جهات طبعا ان احنا نشارك فيه، ده اعداد قوي لبعض الناشئين ان هم طلعوا مع كابتن طارق محروس. ويمكن حتى في عنده مهاب ده من مواليد 2002 هيشارك ان شاء الله، وشارك في بطوله افريقيا. فانا شايف ان احنا ماشيين، عندنا لعيبه على اعلى مستوى شاركوا في كاس العالم ناشئين، شاركوا في بطولات اولمبيه، عندنا باك ليفت كويس، عندنا حراس مرمى على اعلى مستوى، عندنا طه مثلا لسه طالع، ده حارس مواليد 98، انا شايف هيبقى مستقبل برضه للنادي.
طبعا عندنا الصخره الكبيره عصام، تمام، ده من الجوان مصر نمره واحد، وشرفنا في الاولمبيات وشرفنا في كاس العالم. انا شايف ان هيبقى النادي الاهلي بعد الاعداد اللي اتعمل ده وخبره كابتن طارق محروس الفتره اللي فاتت وهم اكتسبوا منه خبرات كتيره، انا شايف لا هيبقى ماتش هيشرف مصر كلها. طيب نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل مع كابتن ياسر. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لجزء بقى الاخير من حلقتنا النهارده، وعوده لكابتن ياسر صلاح مدرب كره اليد بالنادي الاهلي سابقا. والحقيقه عندنا لسه يعني ملفات كتير نتكلم معاه فيها، ولكن يعني هستاذن حضرتك برضو ارجع مؤقتا كده للماتش المهم المرتقب بين الاهلي والزمالك. النوع ده من المباريات اللي هي ليها حساسيه مفرطه وليها اهميه شديده ان هي اللي هتؤهل لكاس العالم للانديه في مراحل لاحقه، في النوع ده من المباريات ايه اللي بيحسم الامور اكتر؟ هل خبرات اللاعبين ولا دقتهم في تنفيذ توجيهات وتعليمات المدرب ولا سرعه رد الفعل تجاه المستجدات اثناء اللقاء نفسه؟ هي ولا ميكس من ده كله؟ الماكس ده كله. هنقول ان ماتشات الاهلي والزمالك احنا بنتعامل معاها كاهلي نفسيا، لازم كابتن طارق محروس وده اعتقد ان هو شغال عليه يقعد معاهم نفسيا اولا وبيهيئ فرقه جميعا كلهم، دي حاجه. حاجه تانية ان ماتشات الاهلي والزمالك عايزه طبعا خبرات، احنا عندنا ميكس، يعني عندنا في الاهلي عندنا ميكس، عندنا لعيبه محترفه ليها خبره جامده ولعيبه شباب، وعندنا لعيبه لعبت كاس عالم واولمبياد فعندهم خبرات جنب الناشئين اللي طالعين اللي بيلعب بيهم كابتن طارق. ماتشات الاهلي والزمالك اللي اعصابه هاديه هو اللي هيمسك زمام المباراه. اللي اعصابه هاديه وده هيحتاج شغل طبعا من اللعيبه ومن الجهاز الفني، ان هو هيمشي سياسه المباراه شكلها ايه، تمشي ازاي. هو اكيد في اتفاقات هم هيعملوها مع بعض. انا اعتقد ان انا شايف من وجهه نظري ان شاء الله ربنا وفق النادي الاهلي، عنده فرصة كويسة من بعد الإعداد اللي عمله بتاع بطولة أفريقيا، ده إعداد قوي ومدي دفعة للفرقة بعد رجوع كاس بطولة أفريقيا كاس كؤوس. أعتقد إن دي روح موجودة، وطبعا مش عايز أقول لك إن كابتن محمود الخطيب أو الجهاز أو مجلس الإدارة ان هم على طول في ظهرهم في المعسكر اللي هم موجودين فيه بيكلموا معاهم وبيقعدوا معاهم. فرحه كابتن محمود الخطيب، انا هتكلم بقى عن كابتن محمود الخطيب تحديدا، يعني طبعا هو مجلس الاداره بس فرحته هو بيسلمهم بقى، يعني يعني مش بيسلمهم جوائز بس هو بيكرمهم، وشفنا قد ايه الضحكه او الابتسامه كانت من قلبه وبيبص لهم اتكلم معاهم. لا بجد ده كان ظاهر جدا من الشاشه لما عرضنا التقرير، يعني بصي هو دي حقيقة. احنا بقالنا سنين بعاد، الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي فعلا فرحان بيهم، دي حقيقة. في ظل الظروف اللي احنا فيها كورونا والكلام اللي حصل الفتره اللي فاتت وتوقف الدوري معظم الاوقات، كل ده طبعا بيترجم ان انت معاك بطوله افريقيا صحيح. يعني غايبه عن النادي بقالها فتره طويله ورجوعها ده حاجه طبعا يدينا دفعه في ماتش السوبر، خصوصا ان هي في البدايه في بدايه الموسم بالظبط. لا انا شايف ان ماتش السوبر هيبقى حاجه، ماتش مشرف، هيبقى ماتش جامد، لان دايما ماتش الاهلي والزمالك بالذات السنتين اللي فاتوا بيحصل ماتش فيصل، فالماتش ده لغايه اخر لحظه النتيجه بتبقى هو كسبان والتاني كسبان، يبقى لازم يحصل ماتش فيصل. فبيحصل خلال الموسم اللي فات واللي قبله ان حصل كتير ماتشات فاصله، لا هيبقى ماتش قوي. وهنرجع تاني نقول ان اللي اعصابه هاديه وهيلعب ومرتب اوراقه كويسه ده ان شاء الله ربنا يكرمه. لو اتكلمنا على صعيد مش المنتخبات بقى، بتكلم على صعيد الانديه، النادي الاهلي فريق كره اليد بالنادي الاهلي رجال، لو قارناه بالفرق المماثله عالميا احنا فين منهم؟
بص احنا دلوقتي احنا قريبين، لان انت منتخب مصر هو اهلي وزمالك طبعا الحال. اللعيبه عندك، معظم اللعيبه الموجودين في مصر بيحترفوا بره وبيرجعوا وبيلعبوا معانا وبيطلعوا تاني. لا انا شايف ان احنا قريبين قوي، وصلنا لكاس العالم، ربنا وفقنا ان شاء الله ونوصل لكاس العالم. ده شيء هيبقى دفع لمصر كويسه جدا، ايا كان الفرقتين مين اللي هيوصل. لا انا شايف ان هيبقى ماتش كويس. وبعدين احنا من سنه 2007 على ما اظن كنا في كاس العالم وطالعين تقريبا مركز ثالث او مركز ثالث، ما يكونش بس المراكز. فكنا عايزين باي شكل ان احنا نخش ونرجع تاني، والنادي الاهلي يرجع عالميه بكره اليد على مستوى الانديه. فانا شايف ان شاء الله هيبقى في خير باذن الله يا رب. انا عندي سؤالين برضو عشان الوقت هسالهم مع بعض كابتن ياسر. السؤال الاولاني فكره هنا برضو الاتحاد والحكام، مين اللي بيختارهم على اي اساس والكلام ده، لان دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه زي ما حضرتك كنت بتكلمنا ان الدوري خلاص الاسبوع تقريبا اللي جاي، ففي برضو اجهاد، يعني احنا عندنا كان اجهاد على لعيبه فريق الاول لكره القدم دلوقتي اليد، فيعني برضو دي انعكاساتها هتبقى ايه؟ بص حضرتك، هو الاتحاد الافريقي بيعين الحكام، وعندنا اللجنه المؤقته لكره اليد على راسهم كابتن عاصم السعداني رئيس الاتحاد حاليا. الحكام الاتحاد المصري مالوش ايد فيها خالص، الاتحاد الافريقي هو اللي بيعين الحكام، وعلى ما اظن ان هو عين حكمين من تونس، ولا اهلي ولا زمالك بيتدخلوا خالص في القصه دي. حكام على اعلى مستوى، الاتحاد الدولي كمان بيشرف على هذا الكلام، الوجهة المشرفة طبعا بتاعتنا الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله يكون موجود لو كان موجود في مصر. لا انا شايف ان والترتيب اللي عمله الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي للماتش ده او المباراة ديت، على ما اظن كمان هيبقى في عدد معين من الزمالك ومن الاهلي لحضور المباراة، عدد قليل، هيطلع بشكل كويس باذن الله. ومن الاوتيل الفرقتين في مسحه بتتعمل، الناس قافله عليهم. لا يعني انا شايف كل الاجراءات بتتم، كل الاجراءات الاحترازيه موجوده، ما فيش اي مشكله. اما بقى بعد ماتش السوبر، احنا قدامنا دلوقتي حوالي هنقول 35 ساعه وماتش السوبر يبدا، وبعد كده الدوري، وبعد كده حاسبها طبعا بالساعه، لانه ده حدث عالمي مش حدث افريقي كمان، ده حدث عالمي. كل مصر مستنياه، وجمهور الاهلي والزمالك مستنيينه. بعد ما يخلصوا المباراه عندهم ان شاء الله الخميس والجمعه مباشره ماتشين في الدوري ورا بعض. كنت اتمنى ان هو يحصل تاجيل للاهلي والزمالك، مش بنقول للاهلي يعني زي ما نواد بتقول بحذافيره، خلينا نقول الكلام بحذافيره اللي احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم فيه فيما يتعلق بكره القدم. طبعا بالظبط، قدر لعيبه النادي الاهلي في الفرق المختلفه كده، بس هي بتبقى اجنده محطوطه، لان برضو الاتحاد المصري عنده اجنده، لان عنده بطولات دوليه. فاعتقد ان هو ممكن ينظر بس في يوم ولا يومين زياده ترحيل المباراه. يا مسهل هيفرقوا اكيد. كابتن ياسر نورتنا بجد والله، شكرا لحضرتك جدا. وجودك. احنا حلقتنا خلصت، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي بقى. الاسبوع خلص كمان. بالظبط، بالنسبه لنا دي حلقه نهايه الاسبوع في 10 الصبح في الاهلي. نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي ان شاء الله.